الخارعين للمجد والعلياه، مجد لخالق السماء. وارفع الخفاق الأخضر يحلل النور المصدر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي، كل عام وأنتم بخير. يوم وطني اليوم، اليوم الوطني، وأنا آسف إني سحبت سحبة طويلة مرة. كنت قبل كنت قاعد أنزل كورة يعني كذا، الحين بسبب السحبة من الدوام والدراسة والحاجات كذا، واجبات وما أعرف وش، ومطول كثير عن القناة يعني. يعني تقريبا 3 أسابيع ولا كم، ما أدري آخر مقطع نزلته كم. بس شكرا على الدعم، شكرا من كل قلبي للدعم الأسطوري. بس باقي لنا كم ندخل من 80؟ باقي لنا مشترك واحد بس. لو أنت مشترك جديد على القناة اشترك، خلينا نوصل 80 مشترك عشان المشاهدات كثيرة والفيديوهات كثيرة، فوق تقريبا فوق 300 فيديو، قربنا نوصل 400 فيديو. ويوم اليوم الوطني هذا هذه المرة الأولى اللي أسوي فيه، كنت سويته مرة قبل بس ما أدري سويته ولا ما سويته، والله ما أعرف. هذه سنة 1442، مرور 90 عام لليوم الوطني. يعني السنة اللي فاتت كانت 89، واللي قبلها كانت 88، الحين 90. 90 عام عن اليوم الوطني. سنة 2020 سنة قمعة، صح ولا صح ولا محلو، حلو ولا محلو، والله ما أدري. بس كل عام وأنتم بخير، يوم وطني وفي صيام وفي شتمة. يوم الوطني نلبس زي وطني. وبس هذا اللي كان عندي، لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب. ومعكم صالح خالد العلي، وإلى اللقاء.